بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء في الحقيقة أحب أشكر الحكومة العراقية متمثلة معالي وزير الشباب والرياضة العراقي والأخوة في الاتحاد كرة القدم برئاسة عبد الخالق مسعود إنهما باستقبال حفاوة في بلدنا شقيق ثاني العراق. حقيقة قمنا بزيارة لملعب مدينة كربلاء، الحمد لله ملعب من أروع من أحسن الملاعب اللي شفناها في المنطقة. كل أمورها الفاسيلتي الموجودة من أحسن ما يكون، معنى ما شفنا شيء ناقص منه كملاعب والحمد لله. حتى الفنادق الموجودة اللي شفناها، فنادق الفايف ستار، في ثلاث فنادق من أربع الفنادق، وكذلك بالإضافة في شفنا طبعا ملعب النجف اللي هو لا ما جهز.